النهاردة فطار، بس فطار مش في مصر، هنروح نفطر في المكسيك. ايه رأيكم بقى؟ هنعمل النهاردة السندويتش، سندويتش ايوه، اسمه بوريتو من مكسيك. فهنعمله بطريقة سهلة جدا، بس اللي انتوا عارفين اللي احنا مش في المكسيك قوي يعني. فهنعمل الساندويتش زيت نفسه معمول مع العيش اللبناني مش التورتيا. يعني ما انتوا عارفين التورتيا دي عيش بتاعتهم بتاع المكسيك، بس معمول من دي درة ما عنديش، فروحت جبت عيش لبناني واحنا ان شاء الله هنعمله. عشان نعمل الوصفة انا واحدة تقريبا يعني 500-600 جرام فراخ، ده هنقطعها كده مكعبات. طبعا غسل الفراخ بالخل الدقيق ثانية واحدة اهي، معلش مش مريح بالنسبة لي، والملح طبعا عشان تبقى ننضف الفراخ تكون ريحتها وطعمها تكون نظيفة وحلوة. لو عندكم خطة تجيبوا الفراخ بلدي طبعا احسن، بس انا جايبه اللي كان موجود في السوبر ماركت، ما فيهاش اي مشكله. اهي بنقطع فراخ قطعات كده اهوت، وبالقطع الفراخ انا اسخن الزيت. عندي زيت عادي، مش هستخدم الزيت زيتون، كميه كويسه كده اهوت، واكمل في الفراخ بتاعتي مكعبات. لو عايزين مكعبات ازهر شويه مفيش مشكله، يعني طول مكعبات ازهر هيستوي اسرع، لكن هينشفوا شويه. يعني مثلا انا بستخدم صدور فراخ، فصدور فراخ برضو يعني ناشفين شويه. فمثلا لو عايزين ممكن نفس الوصفه دي بس تاخدوا الفراخ فيليه او ركمة الصدور زي ما انتوا عايزين، تمام؟ يعني دي حاجة بتاعتكم، بس أنا واحدة النهاردة صدور عشان نعمل البوريتوز، تمام؟ كده عندي زيت سخن، هناخد الفراخ نحط في الزيت، وعايزين نسخنه وإننا نشوح الفراخ. عندي المعلقة بتاع ست البيت، شفتوا؟ يعني بالظبط لون اللوجو بتاعتنا. تمام، وبين الفراخ بتاعتي بتتحمر هناخد احنا البصل. انا قطعت البصل قبل ما انتوا تيجوا بشويه، هناخد 3 قطع من البصل وهنقطعهم يعني مش المكعبات الصغيره، يعني زي ما تيجي كده اهوت نص دايره. هنقطع البصل كده نص دايرة كده، هنشيك الفراخ. عايزين نخمر الفراخ شوية قبل نحط عليها مكونات التانية. لسه الفراخ عندي هناخد دلوقتي الفلفل. عندي فلفل الوان مختلفه كده اهوت وشكلها حلوه، فاحنا هناخد الفلفل تمام وهنقطعه ستريبس كده الوان حلوه جدا، يعني برضو زي الحاجات اسبانيا وحاجات مكسيكي دايما فيها الوان جميلة، وعشان كده بحبها برضو. اهي هنقطع شرايح كده اهوت رفيعة عشان نحط الفلفل ده بعد كده على الفراخ بتاعتنا. اهي الزيادات هنشيلها، مش كل الكمية الفلفل احنا هنحتاجها.
تمام. واخر واحده الحمراء هنشيك الفراخ. الفراخ عندي تقريبا اتحمر دلوقتي. هنحط البصل كتير وهنكمل فلفل بتاعتنا، فلفل الوان. تمام اهي كده اهوت. عايزين نحمر شويه البصل والفراخ، ازود شويه زيت بس عشان عايزه الفراخ تتحمر كويس مع البصل. يعني يستحسن تكون لو عندكم وات كويس، نستنى لغايه الفراخ تنشف شويه وتتحمر. لو ما عندكوش وقت او انتم ما بتحبوش الفراخ، لو برضو الصدور هي دي المشكله، يعني لو سبناها كتير النار هتنشف. فيعني برضو في حل، ممكن كنا ناخد البصل كمان نحمر البصل لوحده عشان يتلون شويه، بس عشان احنا في الاستوديو فما عندناش وقت كفايه. المهم فاحنا مفروض نحط البصل ونحمره مع الفراخ، وناخد كمان الفلفل بتاعتنا، فلفل الوان جميله، نحط على الفراخ. وعندي كمان هنا هوت اربع طماطميات انا قطعتهم مكعبات صغيره. تمام، فدلوقتي هناخد ملح وفلفل كده هوت، شويه فلفل كويسين كده هوت، وشويه ملح. كمان هناخد طبعا شطه، ده واحنا بنفتح في المكسيك لازم نحط شطه. وكل الحاجات دي دلوقتي هنقلبها على بعضها، وهنسيب النار عشان كل الطماطم والفلفل هيعملوا صوص، صوص جميل قوي. فانا هاخد بس البقدونس، شويه بقدونس كويسين كده اهوت، وهقطعه عشان خاطر احنا دلوقتي هناخد البقدونس هنجهزه للصوص بتاعتنا مع الفراخ. تمام، وهنحط بقدونس قبل ما نحط الفراخ في العيش. زي ما قلت لكم العيش في المكسيك بيعملوه من الديك دورة مره كده اهوت. عندي وصفه جميله جدا هنعملها مع بعض، عشان في مثلا لما تدخلوا في الانترنت تدور على وصفات المكسيكي هتشوفوا دايما التورتيه تورتيه تورتيه تورتيه. ماشي، طيب احنا هنعمل تورتيه ازاي؟ يعني في السوبر ماركت اللي جنبنا ما فيهاش. فانا لقيت وصفه حلوه جدا بتتعمل من دي ذره رفيعه، فسهله جدا، بس يعني في طريقه بس. فانا لقيت الوصفه زي ممكن نعمل تورتيا، ما فيش اي فكره خالص، يعني انا افتكرت دي فعلا في حاجه جامده، بس هي في حاجه الوحيده زي نفردها لازم تكون تورتيا مدوره خالص ورفيعه خالص. فبرضو يعني لقيت الطريقه زي نعملها بالظبط، عشان برضو يعني واحد لما بيحب يعمل حاجة بيحب يقرب عن الحاجات الأصلية. بس يعني انتوا عارفين فالنتينا دايما لما بتعمل حاجة بتترجم، يعني عشان انا بكلم عربي مكسر فأوقات بترجم الوصفات بطريقتي بالطريق المصري، بس برضو بيطلعوا كويسين ان شاء الله. اهي احنا قطعنا البقدونس، البقدونس ده هنحطه على حلطة البوريتوس. زي ما انتوا شايفين عندي الصوص بدا يقل شوية، عايزين المية بتاعته تروح، فاحنا هنسيب الصوص يجمد عشان المية بتاعته تروح
وبعد كده عندي هنا الرز. الرز ده اسمه الرز الذهبي، هو مش زي الرز العادي بتاعتنا المصري، مش مدور يعني، مطول شوية بس مش بسمتي، حاجة ما بين ده وده، ولون زي ما انتوا شايفين هو أصفر شوية. فأنا حبيت عمل من البوريتوس من الرز ده، ده معمول خلاص جاهز، أنا كنت عملته قبل ما انتوا تيجوا وبردته شوية. وبعد كده هنستهدي كمان الجبنة عشان نكمل الساندويتش. احنا هنحط البقدونس على الفراخ، فاضل عندي شوية حاجات هنحطها برضو مع الحاجات اللي اتعملت عندي. هنحط على الفراخ بتاعتنا هنحط كاتشب بتاع مثلا 100 جرام، ده هيدي طعم لطيف جدا للحلطة. وفي الاخر ده ساندويتش مش كده، فاحنا عايزين ندي طعم لطيف. عندي الرز زي ما احنا قلنا، عايزين نخلطه مع الفراخ بتاعتنا اهي. لو عايزين في الوقت ده تتخلوا كمان يعني تزودوا مثلا ملح وفلفل مفيش مشكله، كل ده يا سلام حاجه جامده جدا وريحتها جامده جدا. تمام، فعشان نخلص البوريتوس ماشي، هناخد احنا الجبنه كده اهوت، ونخلط الجبنه مع الرز والخلطه كلها. دلوقتي ناخد عيش ونفتحه، يعني التورتيه العيش رفيع خالص معمول من دي ذره، فاحنا هناخد عيش لبناني نفتحه كده اهوت اهي، وهنبتدي نحشي العيش بتاعتنا. ازاي بقى؟ ناخد شويه تمام، هنلف ثانيه، وبعد كده الحته دي هنقفلها ونكمل اللف اهي. عادي واحد هنشيك على الطماطم بتاعتنا، لازم تنشف ثانيه كمان، فهناخد شوية حتة البوريتوس نحط جوه، ويستحسن تكون بعد ما نحط الحلتة بعد كده هندخل البوريتوس في ميكروويف عشان الجبنة اللي جوه تسيح اهي.